قدرنا نوصل للطابق الأعلى بس، وسوينا كتاب للمفارزة الهندسية حتى يجون الشيء يكون الدائرة حتى نطلع من أول يطلع هناك اللي نجيبه. مو رفيق الزراعة أو الحجم ما معقول إحنا نسأل لازم. بس هاي الدائرة هم عليها أعمار السنة. بس راح تتفلش هاي الدائرة اللي هي دائرة قديمة أساسا قديمة. رئيسية مضروبة يعني مفرقة. بس حقيقة مبلغ عظيم مبلغ اللي أعمارها. تبي تكشف وكذا ما تكشف المنطقة دائرة رئيسية المضروبة. إن شاء الله نرجع فيها أساسا. نقول هي كلها متعلقة ببعضها، لكن أكو أقسام يعني عملهم سوى. قسمنا الأقسام بالبداية هكذا، بس الموافقة من الوزارة جتنبت على هاي بناء. عطوا للثروة الحيوانية وحدة وحدة للمستشفى البيطري. مستشفى البيطري، مستشفى واحدة يملك. يعني دائرة يم دائرة، نحن ثاتتهم معنا الكشوفات ما ثاتت. التوقيت الاصطناعي بمعمل نيتروجين ينتج للثلاث محافظات كان صلاح الدين وخركوب ونينوى. بس انتم احنا بس هاي البنايه موظفين. الموظفين اللي عندي اكثرهم عقود واجور يوميه. زيارتنا لمديريه زراعه نينوى هذا اليوم والمستشفى البيطري ودائره الثروه الحيوانيه في المحافظه والاطلاع على الواقع الزراعي في المحافظه واهم المشاكل والواقعات التي تعاني منها هذه الدوائر، من ضمنها مستحقات الفلاحين للعوام السابقه 2014 2015 2016 وكذلك تأخر رواتب موظفي مديرية زراعة نينوى. تم تخصيص شخص أو منتدب لهذا الموضوع لغرض تسهيل التصاريح الأمنية وحصول على هذه الرواتب بأسرع وقت ممكن، كذلك مناقشة الخطة الزراعية للسنة القادمة 2017-2018 لضمان شمول جميع أراضي محافظة نينوى في الموسم القادم إن شاء الله. نحن نعمل جميعا أيضا مع مديرية زراعة نينوى ومستشفيات مستشفى البيطري وجميع دوائر محافظة نينوى الزراعية من أجل تطوير القطاع الزراعي في المحافظة بشكل